السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. توليف أقرأ النص وأجيب على الأسئلة، قراءتي ها حلق عاليا ها. هنا ما غاديش نقول لكم، أنا غادي نقراها لكم، ولكن تنظن ولكن نقراها. حلق عاليا، حلق عاليا. في يوم ربيعي مشرق في أي من الأيام باضت أنثى نسر مهيبة أربعة بيضات ذهبية لون. أنثى ديال النسر باضت واحد أربعة بيضات في عشها العالي فوق قمة جبل شامخ، وبينما كانت تحرس بيضها بعناية هبت ريح عاصفة فجأة فسقطت إحدى البيضات من العش. سقطت واحد البيضة منهم، من هذوك الربعة بقاو ثلاثة. تدحرجت البيضة عبر صخور الجبل إلى الأسفل مجاوزة الوديان والسهول حتى استقرت أخيرا في خم الدجاج. توصلت الخم ديال الدجاج. في مزرعة صغيرة لاحظت إحدى الدجاجات البيضة الغريبة ذات الحجم الكبير فأخذتها بحنان واحتضنتها. مسكينة البيضة ما صارت ما دير مع بيضها، جمعتها حنت عليها. وبعد أيام فقست البيضة وخرج منها نسر صغير مختلف تماما عن بقية الكتاكيت. الشكل ديالو يختلف عليهم ماشي بحال الفلالس. كبر النسر الصغير مع الفراق يأكل ما تأكله ويتصرف كما تتصرف، وهو يظن بكل ثقة أنه دجاجة مثلهم. وفي أحد أيام الأيام المشمسة بينما كان ينقر الحبة من الأرض رفع رأسه فجأة ورأى مجموعة من النسور تحلق عاليا في السماء بحرية وجمال. شاف النسور كطير في السماء شعر بانجذاب غريب نحو تلك الطيور المهيبة وتمنى من أعماق قلبه لو أنه يستطيع الطيران مثلها. لكن دجاجة عجوزا لاحظت نظراته الحالمة فسخرت منه قائلة: أيها المسكين، أنت دجاجة مثلنا ولن تستطيع أبدا التحليق كالنسور، عد إلى نقر الحب وانسى هذه الأحلام السخيفة. لكن كلمات الدجاجة لم تطفئ الشرارة التي اشتعلت في قلب النسر الصغير، لم يستسلم ورفض نسيان حلمه. في كل يوم كان يتسلل بعيدا عن القطيع ويبدأ المحاولة من ارتفاعات بسيطة. حرك جناحيه بقوة محاولا التغلب على ثقل جسمه. سقط مرات عديدة مصابا بكدوم وخدوش، لكنه كان يقوم في كل مرة ينفض عنه التراب ويعاود المحاولة بعزيمة أخرى أقوى. وفي يوم من الأيام وبعد محاولات لا تحصى شعر النسر الشاب بقوة، بدا كبر شوية وصحاح بقوة لشاب غريبة تسري في جناحيه رفرف بهما بقوة. وفجأة وجد نفسه يرتفع عن الأرض. في النهاية وبعد جهد شاق استطاع النسر الصغير التحليق في السماء الفسيحة مطلقا صرخة نسر مدوية. مزيان أنه يآمن بالقدرات ديالو ويكمل في تحقيق حلمه. مزيان ما يسمعش الناس شنو كيقولوا كما قالت له ديك الدجاجة العجوز. نكملوا. حلق عاليا مستمتعا بالهواء النقي والمناظر الخلابة من فوق التحق بأقرانه النسور الذين رحبوا به بفرح في أسرابهم، وأخيرا بنى مسكنه على قمة جبل عال مدركا أنه ولد ليحلق عاليا لا ليبقى حبيس الأرض. وهكذا علم النسر الشاب الجميع درسا ثمينا: لا تدع أحدا يحدد من أنت أو ما يمكنك فعله، فمهما كانت الظروف إذا آمنت بنفسك وثابرت على حلمك فستصل إلى ما تصبو إليه في النهاية. ثانيا أجيب انطلاقا من النص: أين تربى فرخ النسر؟ في تربى فرخ النسر؟ واش في عش النسر؟ في خم الدجاج؟ مع باقي النسور؟ أم على قمة الجبل؟ فالجواب فين؟ راه في النص، انطلاقا من النص. حتى استقر أخيرا في خم الدجاج، يعني هذاك ملي كان بيضة هو بقى كينزل كينزل تعاش تنزل في خم الدجاج، ومن ثم بقى فقست البيضة وخرج منها النسر، إذا فين؟ في خم الدجاج. على قمة ضع علامة أمام العبارة الصحيحة. أعطت أنثى النسر علامة أمام العبارة، ماشي العبارات قوتا، عبارة واحدة. أعطت أنثى النسر بيضة للدجاجة، هي لقتها لا؟ لا، غدا حرجت. تأثر النسر الصغير بسخرية الدجاجة منه؟ لا، ما تأثرش بها.
ثابر النسر الصغير لتحقيق حلمه، هذه ايه كاينه ثابر. عاش النسر حياته كلها بين الدجاج، لا ثابر النسر لتحقيق حلمه، ثابر باش يحقق هاي. بعد جني الشقي استطاع النسر التحليق في السماء الفسيحة مطلقا صرخة نسر مدوية، إذا ثابر هذا كانت المثابرة هاي اللي تدع هذا، فعليك بالمثابرة يا مثابرة. وثابرت، خصك تصابر على تحقيق الحلم ديالك، تصابر. كيف استطاع الفرخ الصغير الطيران رغم أنه كان يعتقد أنه دجاجة؟ كيف استطاع النسر الطيران؟ استطاع الفرخ الصغير الطيران رغم أنه كان يعتقد أنه دجاجة، علاش؟ كيف استطاع؟ لأنه كان يحاول الطيران، لأنه كان كيحاول الطيران مثل النسور التي رآها، مثل النسور، لأنه كان كيحاول الطيران مثل النسور التي رآها. وكان يثابر في محاولاته، لأنه كان كيحاول الطيارة مثل النسور، التي رآها، وكان دائما كان يثابر في المحاولة، كان كيثابر دائما كيعاود يعاود يدير ويعاود حتى استطاع أنه يطير، لأنه كان باغي يحقق ذاك الحلم. هل استطاعت الدجاجة العجوز أن تحطم عزيمة الفرخ الصغير؟ استطاعت، ملي قالت له ترى ما يمكنلكش تطير، كاع مطل فيهم أنت ما يمكنلكش تطير، يعني واش استطاعت أثرت عليه وصافي حبس وترس ما بقاش يقلب على أنه يطير؟ لا، لم تستطع، لا، بل نقولوا لا، بل ثابر في تحقيق حلمه في الطيران، لا بل ثابر في تحقيق حلمه في الطيران. ما الدرس الذي استفادته في قصة النسر الصغير؟ قصة الاسترتين في قصة النسر الصغير، ها ان كما قالوا هنايا، ها لا تدع احدا يحدد من انت او ما يمكنك فعله. لا انت ما كتعرفش تقرا، انت كسول، انت ما كتعرف، دير هذه، ما كتعرفش دير، لا. فمهما كانت الظروف، اذا امنت بنفسك، انت باغي توصل لواحد الحاجه وثبرت على حلمك، باغي نوصل لهذاك الحلم ديالي، فستصل الى ما تصبو اليه في النهايه، غتوصل ليه، ولكن خصك تصبر. ما الدرس الذي استفدته من قصة النسر؟ ان المثابرة والاجتهاد يمكنان الشخص من الوصول إلى حلمه. أن المثابرة، أن المثابرة والاجتهاد يمكنان، الشخص من الوصول إلى حلمه. إذن إلى هنا ينتهي الفيديو، كان هذا آخر فيديو في اللبنة 6 في التوليف 6. غادي نبداو الدروس ديالنا. ما تنساوش، الفيديوهات القديمة راه تشوفوه في الكتاب، ديال مفيد في اللغة العربية مستوى الخامس ابتدائي، راه مهم. تقول ليش ما تشريش؟ شريه، لأنه هو الأساس، الكتوبة راه هما الأساس. ولو تخليهم في الدار ديالكم، ما ديروش معاك المدرسة، تتقراو في الكراسة ديال كل أسبوع 30 أسبوع، إيه، ولكن الكتوبة خليهم عندك في الدار. أنا كنخرج لك وكنشرح لك بحال اللي داير لك السوايع، أنت كذلك استمر معنا، حنا ما تخلص والو، على اليوتيوب ها هي، نشرح لك الدرس، أنت تفرج في الدرس وخرجو، وخرجو في الكتاب. كما قلت لكم مكتوبة ديال اللغة العربية وديال الفرنسية وديال الرياضيات، هادو شريهم، وخا يقول لك أستاذ ما تشريهم، شريهم وخليهم في الدار عندك، وتفرج في الدرس وخرج،
تفرج كل نهار تجي تفرج في درس وخرجوا صافي، سير القائمه وقلب على الدرس اللي تقلب عليه تفرج فيه فيديو وخرجوا حتى في الكتوبه. والاجتماعيات راه غتشريهم هذوك الاجتماعيات والنشاط العلمي والتربيه الاسلاميه والتربيه الفنيه غتشريهم، راه ثاني كنخدم لكم عليهم وجميع المستويات كما قلت لكم، الاول ابتدائي الثاني ابتدائي الثالث ابتدائي الرابع والخامس. الى هنا هذه الفيديو، دمتم في رعايه الله.